نعرفوك مرا حاثقة وقديرة، تبعناك في الكبيرة والصغيرة، تعلمنا منك سر العجنة بالليد وخلطة السميد وحرفتها وفتلتها بالكعبة بالكعبة لنتشيح عجنتها. اللي شفناه تبعناه باش عملنا قبلنا حلالم أصلية كيما حلالم كل مرا مجدية. حلالم وردة البنة الزمنية، وردة سرها المحبة. جبن مرياح مياه بالمياه حليب. مع سماحة شيف مسهل هالبنة. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا ومعتمرينا في مام معينينا. بالما اونو دون اكسلونت كاليتي. انا جربت بالما وانتي وقتاش؟ بالما سورس دو ناتور او كوتيديان. خير، مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الماتينال. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. في حلقة اليوم ثلاثة باش نحكيو على ستيل التونسي، باش نحكيو على الصوابع اللي تعكس زعما شنو الحل نتاعهم وشنو هما الأسباب. كيف باش يكون بعد شوية بحذنا رابر تونسي أول مرة يتعدى في التلفزة اللي هو محمد أمين موسي. دونك باش نتعرفوا على محمد أمين بعد شوية. ديغما فيك زادة موجود في حلقة اليوم، والبنيات زادة موجودات في حلقة اليوم. بونجور البنات. بونجور فاتون. شنو أحوالكم؟ صباح الحمد لله. صباح على سادة المشاهدين، كما كل يوم نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين وخفيف وبنين، واستنوني من بعد في روسي ستايل. اليوم باش نحكيو على 3 ستايل دو جوب لي بلو توندونس. فاطمة، صباح على سادة المشاهدين يتفرجوا فينا توا في الماتينال على التاسع، نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين وخير وخمير يا ربي، وكل حب وطاقة ايجابية. استنوني بعديك شوية في روبريك عجيبة غريبة، وبما ان احنا توا مزنا كملنا الامتحانات ومزنا لاهين بحكاية الصغيرات هذوما، دونك اخترت لكم في عجيبة غريبة شوية عجيب وغريب كونسيرنون الصغيرات هذوما، سورتو القرايه نتاع الصغيرات في العالم بيان سور. اوكي، خاطر في تونس تلقى عجيب وغرايب. دونك نمشي نقولوا بونجور لي شيف. صباح الخير، نهاركم زين. صباح الخير البنات، صباح الخير المتفرجين. صباح الخير، صباح الخير البنات، ان شاء الله نهاركم مبروك وزين ساده المشاهدين. اليوم عندي طاجين مقرونه بالقوطه والجبونات، وعندي باش نعمل دي بولات كي الكفته هما، اما مش بالبطاطا، بالنازلي. باش نكعبرهم طبعا، بعد نوريكم بعد كيفاش عملت النازلي وكيفاش فوحته وكيفاش رحيته، وباش نرميهم يتيبوا ديريكتومون في الصوص من غير قليان. هذا بالنسبه للوجبتين اللي عندي انا اليوم. وانت فتحيه عندي لك الكلمه. عيشك. انا اليوم باش نعملوا حاجه الناس كل تطلب فيها، اللي هي جينواز. جينواز بسيطه وسهله، ونوريكم كيفاش طيبوها، كيفاش تروليوها. بشرو لها على خاطر اليوم عندي المعجون فريز سيكام. انا باش نعمل جاتو غولي بالجينواز، نطلعوا جينواز مع بعضنا، نوريكم كيفاش تخلطوها وكيفاش تروليوها باسلوب سهل وبسيط. معناها تبعونا ايتاب باغ ايتاب، نخليو نمشيو لفاطمه، ومن بعد ما اقعدوا بحذنا حتى لين تشوفوا اللي نحبوا نعطيه لكم الكل. الو استنوا لي شيف بعد شويه في لي روسيت الكل، وقيدوا ورقه وستيلو. نعاود نذكر لي شيف انه الجمهور يطلب يا شيف انكم كل مره تذكروا بلي زانغريديون، كل مره ترجعوا للكوجينه. احنا دوك نشوفوا سبوت الخاصه بالما، ونشوفوا لي سبورتيف شي محضرين. مي بالما، مي منبع طبيعي ريش مانيزيوم اي اون كالسيوم. بالما اونو دون اكسلونت كاليتي. انا جربت بالما وانتي وقتاش؟ بالما source de nature au quotidien. صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل على قناة التاسعة. معكم أمير بيبسي كوتش في بيبي جيم. دونك اليوم جيتكم بجديد باش نحاولوا نعملوا دي زيكزارسيس ديستيني للعباد اللي ما نجموش يمشيو للي سال دو سبور واللي قاعدين في الدار. دونك مش تسحقوا كرسي، باش نوريكم كيفاش نجموا نخدموا لا بارتي ابدومينال بالكرسي في الدار للعباد اللي ما نجموش يمشيو للسال دو سبور. سيونس شنو نعملوا؟ ابدو وسيونس باش نخدمو بدن كامل، لي جام، بواترين، البيسبس، لي تريسبس، كل شيء. اوكي، مرحبا بكم في الابدومينو. ما عليكم كان تاخذوا كرسي.
نبدأ اكزرسيس نيميرو 1 نقعد على البارتي القدامية نتاع الكرسي بدني بونشي التالي جامب 1 و 2 1 و 2 بوانت اون اكستنسيون هاو نجبد جنو نتاعي في النيفو نتاع البواترين ونرجع 2 1 و 2 هذا اكزرسيس نيميرو 1 ديستيني للنرفيت ديبيتون شوية هوب سويتش 1 2 1 2 الاكزرسيس هذا مش نخدمو بيه لا بارتي انفيريور دي تابدومينو وشوية كوادريسيبس نتاعنا كل مرة نقدمو في الاكزرسيس نحاولو نصعبو شوية معناها نقويو شوية في النيفو وكيك لي زافونسي نجمو يخدمو معنا شوية اوكي دوزيام اكزرسيس جينو الترني دوات غوش 1 2 1 2 هاو نمس في القاع ونهز 1 اي 2 يب لي زيكزرسيس هذوما باش تلقاهم تنجمو تدخل على اليوتيوب والا على الانستغرام تاعي تلقاني هبط باش تنجمو في اي وقت تخدمو نتعداو ثوازيام اكزرسيس باش نقويو شويه في النيفو اوكي جينو الترني رابيد 1 2 جانسبير جكسبير نحاول نخرج الهواء من كرشي pour plus de contraction yes هذا كان اكزرسيس نيميرو 3 شو تعداو اكزرسيس نيميرو 4 اللي هو غرامبي حط لي مان sous les épaules, poitrine fière, genoux alternés. 1 and 1. On cherche l'alignement et la précision. Hanches, genoux, épaules. Si vous êtes désavancé, accélérez. Four, three, and one. هذا كان الاكزرسيس نيميرو 4 باش نتعداو الاكزرسيس نيميرو 5 نبداو الكرسي هكا باش نشد نحط يد لهنا ويد لهنا باش نخدم باتمون باش نوخر بالكدا بدني التالي يدي هذه هي اللي مش تشدني وهذه كيف كيف جامب توندو باتمون جامب انا نخلي ساقيا ديما مطلوقين ديجا اول ما بديت نحس في الفيبراسيون في نيفو دي زادو يس واو او مان جود جوب سانكيم تاو سيزيام واخر اكزرسيس اللي واش نمسو بيه لا بارتي انفيريور اي لي زوبليك اوكي كوتي نقدم قدام نعمل 3 Portefeuille, hop, jambes tendues, switch, 3, 2, 1, hop, switch, 3, 2, 1, and switch. Bien, les exercices, c'est comme les deux. Qui maintenant je m'entends de moi, le temps, on a le chronomètre pour demain pour m'entendre de moi. Qui maintenant je m'entends de moi, les répétitions. Le temps. Je m'entame le 30 secondes, qui est comme des débutantes. Je m'entame le 1 minute, qui est comme des avancées. Fais les répétitions. Je m'entame le 20 répétitions, qui est comme des débutantes. Je m'entame le 40 répétitions, qui est comme des avancées. Inch'Allah, tu connais ta lame, tu as un peu de temps. Merci beaucoup, tout le monde. À la prochaine. ميرسي بوكو يعطيكم الصحه نشوفوا تويك الفقره الخاصه بزميلتنا منيا الحرزي بامضاء ليبرتا فواياج رحله معتمر ليبرتا للأسفار والسياحة حجاجنا ومعتمرينا في مم وعينينا يا كعبة يا بيت ربي محلاها سبحان ربي اللي أعطاها وإن شاء الله نزورها ونشم بخورها الحمد لله ألف حمد أنه قدرنا وزرناها وشمينا بخورها وشفنا زينها وقدها وبهاها اليوم احنا متواجدين في مأدوبة عشاء عملتها ليبرتا فواياج للمعتمرين متاحة فرحانة بيهم خلينا نشوفوا الأجواء المسك والريحان في أجوائنا أهلا بكم يا
منتجع روحاء فضل من الله عز وجل، هو المنتجع فضل من الله، يعتبر منتجع رقم واحد في مكة. يعتبر منتجع روحاء هو أكبر مجمع، فيه أكبر مجمع مسابح هنا في هذه المنطقة، يعتبر للجمعات العائلية، للمناسبات السعيدة، لاستقبال الوفود سواء من داخل المملكة من خارج المملكة. حقيقة احنا تشرفنا كثيرا يعني بشركة ليبرتا، واحنا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فنقول لهم شكرا بحجم السماء لاختيارهم منتجع روحاء. واتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى ان احنا وصلنا يعني رسالة جميلة ورسالة هادفة، وان احنا ان شاء الله باذن الله رسمنا الابتسامة على محياهم باذن الله تعالى. فهؤلاء قبل ما يكونوا ضيوفنا فهم ضيوف الرحمن. جيت انا وزوجتي وولادي زوج صغار، واحد 6 سنين وواحد 9 سنين، ولا صغار فرهدوا بالكدا، يعني خاطر الاقامه باهيه، الاقامه باهيه، وكما قلت لك انا التوجيه وتلاقوا بهم، تلاقوا بهم معناها صغار عندهم مؤطرين تاعهم كل شيء، عندهم برامج تثقيفيه، والله الاختتام هي العاده ذي، الاختتام هذا فهمني عشاء باهي وجو حافل بالكدا، باهي باهي، ضحكه باهيه وكل شيء يتفرهد، حتى المؤتمر يروح متفرهد. هو الصدفة رمتني مع ليبرتا، لكني أنا بحسب ما عشت وحكاولي على تجارب أصحابي في مع شركات أخرين، خيط لا مجال للمقارنة. أنا والله العظيم أسعد أيامات حياتي عديتهم في الأيامات هذا، دينيا وراحة نفسية وتأطير. لازم من قوانين اللعبة أنك تأخذ السلك وتمر. خلاص نبدأ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. لحظة، السلك ما فيه كهرباء، السلك ما فيه كهرباء يا جماعة الخير. أمي أنا جايب معايا أمي، مرة كبيرة مريضة بالسكر، مريضة بالكيبها، مريضة بالشهية، تجري ما شاء الله، تقول بنوتة صغيرة في وسط، علاش ينسيوك في التعب وينسيوك في الإرهاق وتخمم في عبادة ربي. يلا 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 يا سلام، ما شاء الله اثنين حمسوا بعضهم حق الشركة، ها شركة ليبرتا. طيب نبغى اثنين كمان من الرجال. انا كنت جاي وحدي من الاول، لكن اقترحت عليها ووافقت. قلت لك انا ابهرت بالتنظيم اللي في ليبرتا وبالتأثير اللي فيه، لا ما شاء الله، العشاء الساعة الناس كل ضربت اللي داخل الداخلة، أو بلس الانيماسيون زاد خفيف روح. بنسمع أعلى تحية، أعلى تحية، أعلى تحية، ما شاء الله عليه حظه، يعني ما شاء الله تبارك الله فوق. وبتبيعة يزمني نذكر لي مزوج خطر، أنا بيدي فزت دوك يزمني يذكر بتبيعتي فوز جرا. ليه الجو جو ما شاء الله تلقاي ويعمل كيف. اللهم ارحم والدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. إلى مع دعاء الابتهالات هذه نودعها سهرية المزيانة هذه اللي عملتها كما قلت لكم ليبرتا، ترحب بضيوفها وبمعتمريها وتفرح بهم. نخليك مع الدعاء هذا المزيان، إلى اللقاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا ومعتمرينا في مم وعينينا. دونك هذه كانت فقرة رحلة معتمر، وإحنا تويكا باش نحكيو على رحلة أخرى اللي هي رحلة الطب، وخاصة آلام المفاصل والعكشة عند العباد اللي جيوهم في الصواب. هذاك علاش معنا الدكتورة نهال مد. صباح الخير مدام. مرحبا بك عايشة. ولك؟ الحمد لله. الحمد لله. دونك الدكتورة نهال مد هي أخصائية في أمراض المفاصل والعظام والروماتيزم، معناها الإنسان المناسب في الموضوع المناسب. لكن كتسمح مدام نرجع واحدة على الشيف قبل. بارك الله فيك يا فاطمة. فاتن شنو باش تبدأ؟ توا باش نبدأ بالمقرونة اللي باش نعملها طاجين مقرونة. حطيت الماء يغلي، أيوة. الماء كي باش يغلي نحط فيه شوية ملح، وباش نرمي اختلط اليوم الفلفالي نمرو 3، هي اللي باش نعمل بها طاجين المقرونة، الفلفالي نمرو 3 وردة. باش نحط نطيب الدجاج،
اللي هو ليسكالوب دو بولي. حطيت له هوني قصيته تريفات صغار، حطيت فيه ورقتين رنج، ثوم مغفس، بصله رحيتها بصله مرحيه، وباش نصب عليه شويه زيت زياده. هذايا الدجاج اللي باش نعمل به الطاجين، وباش نبدا وباش نفوحه شويه ملح كما قلنا، ثوم ورند وبصله محكوكه وزيت زين ودجاج مقصوص اون كوب. تو باش نحط شويه ملح وشويه فلفل اكحل ومغرفه مليانه هكا كركم، باش نخلي الدجاج نتاعي يطيب دوب ما هكا يسخن شويه، نصب عليه كيتا ماء مش برشا ماء، ونخلي الدجاج نتاع الطاجين يطيب اونتخطون باش نصمت المقرونه ونبردها شويه، باش من بعد نخلطها مع بقيه المكونات اللي هما اليوم باش نحط معاها الجوته نتاع المرياح، وباش نحط معاها زوز جبونات جوده وادام والعظم. ميرسي بوكو يا فاتن. انا هوني باش نوريكم كيفاش باش نخلط الجينواز، نعطيكم مكوناتها ساعه. على الخمسه عظمات نحطوا زوز باكوات سكر فاني سمارت شيف، 200 غرام سكر و 200 غرام فرينه وشويه ملح ارطب. ديما تمشي خمسة عظمات 200 سكر 200 فرينه، ديما هذاك هو قياس الجينواز. توا الدنيا بارده والدنيا شتاء، النجمو جينواز اذا كان نحبوها سهله نطلعوها باماغي، ومن بعد نبداو نطلعوا فيها باماغي ونركضوها حتى لين تبرد. الباماغي عاونها على الطلوع وعلى كونها ما تطيحش. يلزم الباماغي متاعنا كيما قلت لكم مرة الأخرى، يبدأ بعد لا يغلي الماء نطفي الغاز ونقعد نخلط هكا فوق البخار طالع تحت الشقالة حتى لين الميلونج متاعي يتركض. اللي عنده ركاضة بالضوء يكون أسهل التخليط متاعها، ما كانش اللي ما عندوش بالضوء يقعد يخلط هكايا حتى لين يحس الخليط سخن يوصل حتى 35 40 درجة، نخرجها من النار نقعد نركض فيها حتى لين تبرد كومبليتمون، وقتها نحط لها الفرينة متاعها ونطيبها. هذيك ليتاب جاية نوريكم كيفاش تحطوا لها فرينتها وكيفاش تخدموها وقتاش تعرفوها جينواز يلندرا طلعت وإلا ما طلعتش، خاطر فيها حكمة تغزر لها جينواز تعرفوها إذا كاني تلوحها سافا وإلا لا، كي تبدا مازالت ما طلعتش تبدا مازالت ليكيد، يقولوا يلزم تعمل غوبان. الغوبان انا بعد نوريه لكم بالفوي كيفاش يتفورم في وسط الجينواز نتاعنا. هذه كسوسوا نعملوا بها جينواز ورقه كيما باش نعملها انا اليوم، نصبها في طبق، والا جينواز خبزه صبوها في معون مدور في مول مدور، ومدامها على السخانه العظم والسكر نتاعكم ما تركحوش التحريك، ما كانش راهو يطيب بالسخانه ويولي عظم بغويي معناها ديزو بغويي، وما عادش جينواز تيب وتولي كاينك باش تاكل عظم طايب. الوغ يلزم ملي تحطها على السخانه هذه حتى لين تسخن مليح مليح، وانتم تحركوا ما تركحوش التحريك بالكل بكل. اذا كان مع تجربتوا باش تركحوا تحريك هبطوا شقاله من النار، ما تخليوهاش فوق الماء السخون. الوغ ليتاب هذه نكمل انا نركض نعطي الكلمه لفاطمه ومن بعد ترجعوا لي باش نوريكم نمشيو مع بعضنا نوريكم وقتاش تحطوا لها فرينه ولي زيتاب البقيه. ميرسي لو شيف. الوغ نرجع نحكي مع دكتوره نهال مدب. قبل ما نبدا نحكي على العكشه حسيتك مركزه ياسر مع الكوجينه، تحب الكوجينه مدام؟ اي نحب ياسر. تحب ياسر الكوجينه حسيتك. دونك هكا حتى حتى الدكتوره نهال باش نلقاوها زاد هي تركز وتعمل في الجو في الدار، هكا العائله كل في بالها تو. دونك اليوم باش نحكيو على العكشه في الصوابع. هات نبداو نحكيو اسكو العكشه في الصوابع تجي صدفه والا تجي قبلها وشويه وجايع قبل ما نقوموا نهار نلقاو صوابعنا عاكشين؟ يعطيك الصحه على اختيار الموضوع اولا، خطر هو موضوع مهم ياسر ودارج ياسر في العيادات الخارجيه معناتها اليوميه. نجم نقول لك اللي الانشطه اليوميه واللهوه بالبدن والقضيه والحركات اليوميه اذا كان استعملت مفصل فهو اكثر مفصل مهم هو اليد. اليدين والاصابع عندهم دور اساسي في القضية، في الطبخ، في العجنان، في الشغل، في الفلاحة، في اللبسة، معناتها هي حركة أساسية
ما يشمش يتخلى عليها. واحنا ما غير ما نردوا بالنا اللي بالصوابع نعملوا حاجات كبيره ياسر، كيما نعجنوا، كيما نطرزوا، كيما نخيطوا، كيما نغسلوا، معناتها فما دي موفمون كي سون غروسيي، كيما يا دي موفمون كي سون تري فان. مي احنا ما نردوش بالنا خاطر تو مارش، كون تو مارش سافا. ولكن بور كو تو مارش لازم الكل مكونات اليد تكون لاباس عليها. شنو مكونات اليد؟ اليد متكونه من جلده، من شرايين، من مفاصل، من عظام، من اعصاب، معناتها متكونه برشا انواع. لا لا لا، دونك متكونه برشا حاجات. واذا كان وقع شلل ولا تشوه في حاجه من هذوما مش تصير مشكله، والعبد مش يبدا متقلق. به احنا باش اخترنا باش نحكيو على العكشه. العكشه شنية؟ العكشه خاصه تظهر في الصباح، واكثر معناتها شريحه من المرضى يشكيو منها هما النساء. النساء بعد سن الياس ولا او شنو وصلوا لها الحكايه هذه؟ النساء تجيك للعياده تقول لك انا جيتك خاطر نقوم في الصباح صوابعي عاكشه مدبسين مدبسين، ما نجمش نقضي بهم، حتى وجهي ما نجمش نغسله، تقول لك ما نجمش نلبس حوايجي، معناتها يا اون سيغتان مالادريس دون لي موفمون. وبعد نقولها وبعد شنو؟ وبعد كي نسخن ويدور الدم، يقولوا لي كي يدور الدم ونحضر حوايجي ونحضر فطور الاولاد سافا نتسرح. العكشه هذه تنجم تدوم ما بين 10 دقائق 5 دقائق حتى ساعات لساعه. هي اذا كان دلت فهي تدل على مرض، بدايه مرض معين. ولكن الامراض اللي تعطي العكشه هي مختلفه. فهمتك. هي معناتها في كل شريحه عمريه فما نوع من المرضى، وما بين المراه والراجل زاده فما نوع. احنا مش نبداو باللي هو اكثر انتشار. اكثر انتشار هما النساء اللي فوق الستين بعد لا توفى العاده شهريه، يجيو عندهم عكشه هذيك واوجاع ميكانيكيه. اش معناتها اوجاع ميكانيكيه؟ معناتها كيف المريضه تبدا تتحرك، كي تبدا طيب مثلا توجعها، كي تقول لك انا نقص المعدنوس وانا صوابعي تدق، صوابعي تدق كي المسيسك، فهمت؟ ما نجمش نعمل الحركه الخفيفه والدقيقه. مثلا يا حسره ما عادش نجم نطرز، ما عادش نجم نعمل تخيكو، صوابعي يابسه مدبسه. كيف نفحصوا فوالا؟ لا انت يقول لنا هو بشويه مادام مش قاعدين تعدي. كيف نشوفوا المريض؟ نلقاو عندها المريضه عندها كعبر هكا، الصوابع ولاو خشين ومكعبرين على المستوى المفاصل الاصبع، هوني وهوني. علامات تدل على لاختخوز. لاختخوز شنو هي لاختخوز؟ هي احتكاك الغضروف. ماك تعرف في المفصل فما في المفصل ما بين زوز عظمات فما غشاء يغطي المفصل ويمكن ماك الحركه اللزجه والسوبليس دو لارتيكولاسيون. مع العمر واستعمال المفصل يقع احتكاك دي فيسور، جروح جروح فك الغشاء هذاك، كي تتحرك تولي اكل احساس هذاك بالدقان وبالاوجاع. وهو معناتها يعطي معناتها تعب والعكشه الصغيره ديال الصوابع. كي المريضه ترتاح تقعد معناتها تكمل القضيه نتاعها وتقعد في الصالون مثلا باش تتفرج على التلفزه، ما عندها حد شيء. كي ترقد في الليل ما عندها حد شيء، ما يظهروا كان في الحركه. التشخيص نتاعو سهل ياسر هذايا. اولا بالفحص، معناتها طبة الاختصاص يعرفوا النوع الاعوجاج هذايا في الصوابع ظهر. والتشخيص بالاشعه معناتها حاجه سهله ياسر، توري الاحتكاك في الصوره وتعطي معناتها المشكل نتاع المرض هذا، تعطي الدياغنوستيك. هذه مثلا صوره نتاع اختخوز نتاع الاسر. يا دي ديفورماسيون مي اللي هما سبيسيفيك
de l'arthrose. خاطر نشوفوا بعد d'autres déformations qui se voient dans d'autres maladies. بي هذه في الارتروز مثلا حاجه ما تخوفش، لازم المرضى ما يخافوش، خاطر هو سي فغي يقلقوا يوجعوا ولكن ماهمش مخطرين. كي تعمل تحاليل في الدم ما تلقاش التهاب، ما تلقاش علامات في الدم تاع روماتيزم. والعلاج، العلاج معناتها مادام خنعتوا الامراض سامة بعضهم الكل ومن بعد نحكيوا على علاج واحد. باهي دونك هذه المراه اللي فوق ال 60 فوق ال 60 وعندها معناتها مالفورماسيون هكا ولا ديفورماسيون في صوابعها. باهي تويك ساعات يجيوك نساء صغار في 30 في ال 35 في ال 40 معناتها اون بارفيت سونتي، تقول لك والله انا لبس عليا الحمد لله يا ربي ما عندي حتى مرض مزمن، اما عندي بعض الايامات ولا الشهور وليت نقوم في الصباح نحس باحساس غريب، نحس في صوابعي يابسه معناتها ما تنجمش نحلهم، وحتى كي نغزر لهم نحسهم منفوخين شويه. بالله يقول اه وي، تقول لي هذوما مش صوابعي، عندي خواتم شريتهم ما سمنتش انا، مي صوابعي هذوما ما عادش يدخلوا لي، حاجه غريبه. كي تغزر هذاك ونقولها لو والاوجاع هذيا والعكشه عندك كان كي تخدم، لا تقول لي عندي في الليل بعد العشاء كي نرتاح ونرقد عندي تسطير في صوابعي، عندي تسطير معناتها حتى في وقت الراحه، هذا تتسمى اوجاع التهابيه كونتخيغمون على الاوجاع الميكانيكيه. وكي تفحص المريضه تلقى فما نوع من الانتفاخ على المستوى هذايا على مستوى المعصم وفي الاصابع هوني، والصوابع نقولوا سون بوديني كيما المرقازات يولي فهمت، يتشبه المرقازه الصبع. كي تتحكي لك حكايه هكايا خاصه مراه صغيره لازمك تفكر في التهاب المفاصل المزمن اللي هو البوليارتريت روماتويد، مش هذيا هذيا المراه الكبيره فما فوالا هذيا هذيا التهاب مزمن. شفتوا كيفاش فما شويه نفاخ هوني شويه نفاخ، صوابع مش همش عاديين منفوخين. هذايا كي تعمل كي الطبيب المريض يشوف هذايا لازم يمشي للطبيب حالا، لازم اما طبيب خاص ولا من الاحسن الى طب الاختصاص اللي هو امراض المفاصل والعظام، وطب الاختصاص في تونس كي راهو حاجه هكا معناتها بيفهموها، نطلبوا فيسع التحاليل والصور بالاشعه اللي تمكن من تحديد المرض وبداء العلاج. وبالنسبه للرجال مادام تو حكينا عن نساء فهمنا فما التهاب وفما ميكانيزم. اسمع لازمكم تفهموا حاجه اللي المفاصل والعظام هي نجم نقول لك مش 50-50. في العيادات نجم نقول لك 30-30. فهمتك. فهمت؟ اكثر جنس ممسوس بالامراض هذه هي نساء. لاختروز اولا ممسوس تمس نساء، علاش؟ هي فما فيها حاله وراثيه، لاختروز نتاع الصوابح وراثيه. انت كان تشوف مثلا تشوف ماماتك مثلا كان عندها، انت كان تنشدها تقولها عندك شي حابات في العائله عندهم نفس الشيء، تقول لك اختي الكبيره كانت عندها واختي الثانيه ويا حسره خالتي، معناتها وراثي. فما حاله جينيه معناتها يا ان تيغان جينيتيك باش يعطي المشاكل هذوما. ثانيا الارتروز هي شنية؟ هي ناتجة على استعمال دائم في المفصل والمفاصل في المفاصل. واحنا نعرفوا النساء خاصة في بلادنا ولكن حتى على مستوى العالم هما أكثر تخدم بيديها من الرجال. أما كيف تشوف معناتها الرجال اللي عندهم خدمة تنهك الصوابع كيما البناية البناي ولا كيما الحداد ولا كيما النجار، شوفهم حاول انت شوف النوع هذايا من المهن شوف صوابعهم افيك لاج يتعوجوا باغ لاختروز. كونسيرنون تويكا لا بوليارتريت روماتويد اللي قلت لك تجي عند المراه الصغيره، البوليارتريت روماتويد هي مرض يقول لك يمس ثمانيه نساء بوغ دو زوم. فهمت؟ هي مرض 80% عند المرأة. هو الالتهابات المزمن للمفاصل هو مرض
خاصة عند النساء، ولكن نفس العلامات كي تشاف عند الرجال نجموا نشوفوها. باهي نحب نشوف البنات. بونجور دكتور، مرحبا بك في الماتينال. أنا نحب نسألك الساعة على اللي عنده لي ديابيت، معناتها مش نحكي عليه لي ديابيت، كيفاش معناتها التعامل معاه، معناتها المرض هذا يزيد عندهم في ساعة ولا معناتها أقل شوية، وبيان سور العلاج اللي باش مش نحكيو عليه. توا حنا حكينا على الأختخوص وحكينا على البوليارثريت روماتويد، ما قاعدين نحكيو من اللي اكثر وجود للي اقل وجود. الاختخوص هي حاجه نجم نقول لك موجوده بصفه غريبه تويكا. بوليارثريت روماتويد اوغوزمون اقل برشا، خطر هي اخطر الالتهاب. اي تويكا باش نحكي لكم على حاجه اخرى اللي هي موجوده في العمر الوسط. شفنا اللي فوق الستين، شفنا اللي في الثلاثين، توا باش نشوفوا الأربعين. ما بين ال 45 وال 55. اش معناتها العمر هذاك؟ عند المرأة ديما. العمر هذاك اللي توفى فيها العادة الشهرية. بعد انتهاء العادة الشهرية، البدن عند المرأة يتفرعس. فما هاك الهرمونات اللي تطيح، الاستروجين تنقص من تنقص بصفة حادة في البدن، تعطي انعكاسات سلبية على البدن. اولا تظهر شويه سمنه تظهر بعض الامراض كيما السكري، كيما امراض الغدد، كل في ال 50، ما بين ال 50 وال 55. ويظهر مرض في التنميل، كان انت تنشد الجماعه اللي بحذاك خالاتك وعماتك، يقول لك في عندي تنميل في وسط الليل، صوابعي تموت. يقول لك عندي، معناتها عندي حاجه غريبه هذه، نكون راقده نقوم نحس صوابعي تنمل وميته، لازمني نتحرك هكا نقول سافا، بالك شي عامل مش نعمل باراليزي. فهمت يتفاجعوا يحركوا هكا سافا، يتعدى الدم ويعاودوا يرقدوا، ويقوموا في الصباح يقوموا صوابعهم يابسه عاكشه برشا. هذايا ناتج على سكون ابل لو سندروم دو كانال كاربيان، اللي هو انسداد، فما نفق في المعصم يتعدى فيه عرق. اك العرق هذيك بالضغط اللي يصير عليه من السمنه ولا من السكري ولا من امراض الغدد، اك العرق هذاك كيف يتسد هذاك يعطي العلامات هذيا، ويتسد كيكة من عند ربي معناها، يتسد بالسمنه، يتسد بالبدن بالامبرينياسيون هرمونال، يتسكر العرق هذاك. مادام كان نزربوا شويه خاطر ما عادش عندنا وقت، معناتها العلاج اسكو هذم هما الحالات الموجوده؟ العلاج كان كيما انت من قبل حكيت لي على السكري زاد كيف يتقدم يقدم بعد 15 سنين، وخاصه كي يبدا مش مريقل، يعطي اوجاع في المفاصل، تعكش وتدبس وتقلق برشا المريض. العلاجات بالانواع الكل هذوما، نبداو بالحاجات السهله حتى الحاجات لي بلو كومبليكي. ديما نبداو بالادويه المضاده للاوجاع. باهي، الادويه المضاده للاوجاع. اذا كان ما حسنتش الوضعيه، نتعداو الادويه المضاده للالتهابات، لي زونتي انفلاماتوار، اللي يجمو ينقصوا الانفاخ، ينقصوا التدبيس. المرضى اللي عندهم مثلا الكانال كاربيان، العرق مسدود، فما تشخيص في باش نشوفوا نسبه الزداد نتاع العرق. اذا كان الزداد مش متطور ياسر، فما نعملوا نجمو زرارق في المعصم تسرح العرق. نجمو نعطي نوع من القفازات تلبسهم الديغون، تلبسهم المريضه خاصه في الليل باش يرتاح العرق ويتعدى فيه الكورون، يعاون. في الحالات القصوى نتاع الكانال كاربيان هذيا كي ما تحسنش بالدواء، نجمو نكونفي المريضه للجراحه، نحلوا العرق ونسرحوه. في البوليارثريت معناتها الالتهاب المفصلي المزمن، فما دويات متطوره ياسر، دورت ياسر دويات في المجال هذايا، فما دويات توقف المرض وموجوده معناتها في تونس ولا في احنا نفس المستوى الطبي في تونس ولا في اوروبا ولا في امريكا. فما دويات في الحالات المستعصيه اللي ما تبراش بالدويات هذيا، فما دويات بيولوجيه نسميوها، دويات غاليه ياسر، ولكن المريض التونسي في امكانه باش ياخذها اذا كان يكون منخرط في منظومه الكنام. حاجه هائله ياسر. والدويات هذيا تمكن باش تكون نتائج خارقه للعاده ان شاء الله.
بوغ لاكتروز، لاكتروز كيف كيف دويات مضادة للأوجاع، مضادة للالتهابات. في الحالات الصعيبة نجموا نلبسوا القفاز، نجموا نعملوا تدليك، نعملوا معناتها علاج طبيعي. وفي حالات ولا مستعصية ولا أي حاجة أي، وفي الحالات المستعصية نجموا زادة نعاونوا بالجراحة إن شاء الله. ميرسي بوكو دكتورة نهال المدب، أخصائية في أمراض المفاصل والعظام والروماتيزم. حبينا مدام نهال تعطيكم بالطريقة نتاعها محلاها المسترسلة المرض هذا اللي هو العكشين في الصوابع، تعطيكم الأسباب الأعراض وكذلك العلاج. إن شاء الله تكون وصلت المنفعة. نرجع واحدة للشيف. ميرسي يا فاطمة يعيشك. احنا هوني عنا فاتن هاي قاعدة تحضر في الفخذ نتاع المقرونة التعابر هذوما اللي قلت عليهم. الوغ صحيح الدجاج اللي حطيته تيب قبيله هكا صبيت عليه شويه ماء. نعاود للساده المشاهدين اللي ما خلطوش، اللي انا حطيت الدجاج اون كوب، حطيت عليه بصل وثوم ورنت وملح وفلفل وكركم، وحكيت عليه بصله وخليته يتيب على نار لينه، وصمت المقرونه، ومن بعد طب باش نوريكم كيفاش باش نخلطها بالقوطه وبالجبونات. اونتخ طون باش نحط توا الصوص تيب نتاع لي بولات هذوما اللي هما كيما نوع الكفته اما مش بالبطاطا. هذايا خذيت النازلي عملته اون فيلي، نحيت الشوك ونحيت القشره ورحيته. هذايا يزمو يترحى بالميكسر. حطيت عليه معدنوس، ملح، فلفل اكحل، شويه كركم، شويه ثوم، وشويه شويه بركه فلفل زينه حلوه. خلطته الكل مع بعضه ورحيته في الماكينه، وحطيت عليه نكيته زيت، ومن بعد حطيت عليه شويه شابلوغ الخبز المرحي باش نخلطته مليح مليح، وباش نكعبره كعابر الكبر هذايا. اونتخ طون باش نحضر له الصوص نتاعو. الصوص نتاعو اليوم بالطومات سيكام اللي هي الحكه اللي حليناها البارح تفكر فتحيه وحكينا اللي هو اللي هي بالخطا واللي هو متفسدش، استعملت منها البارح، طيبت منها وغطيتها وحطيتها في الفريجيدير. توا جبتها هيك معناها انتاكت هايله، تتخبى في الحكه نتاعها اللي هي حاجه هايله برشا. الطريقه هذه اللي عملها سيكام ياسر هايله. حطيت هنايا في المعون نتاعي زيت زيان يسخن باش نحط عليه شوية بصل وثوم دوب ما هكا يتقليو شوية، باش نحط عليهم مغيرفة معجونة نتاع طماطم سيكام، وباش نحل عليه حكة كيما قلنا وفرت لنا سيكام الكونكاسي والدوبل كونسنتري وبرشا حاجات فريمون سهلونا برشا برشا حاجات. باش نصب عليه توا الطومات هذيا الكونكاسي، وباش نخليها الصوص تيب في عقلها لو طون اللي باش نحضر لي بولات نتاعي. ومن بعد خاطر هذوما ما يتقلاوش راهو مش كيما الكفته، هذوما يترماو ديريكت في الصوص. باش نفوح الصوص نتاعي بشويه ملح وشويه فلفل اكحل وشويه كركم. هذايا الفاح نتاع الصوص نتاع الكعابر النازلي باش نخليها تيب في عقلها، ومن بعد نوريكم الباقي نتاع الطاجين كيفاش باش نعملوه ونخلطوه مع بعضنا. ميرسي عايشك يا فاتن. انا هنية تشوفوا في الخليط نتاعي كيفاش تركض، قلت لكم حتى يعمل غوبان. الغوبان هو وقت تحطوا هكا الفوي وتهزوه تشوفوا اك تجعيدك اللي في وسط الخليط هذاك، هذاك يتسمى غوبان، معناها تهبط كياني كيما الحاشية تغزروا لها تهبط ماهيش تجري، معناها تشد في الفوي وتهبط تسيل بالسياسة. نجي هوني عندي 200 غرام فارينة سبيسيال جاتو وردة. أنا قلت لكم ديما فوق خليط فيها عظم مركوض ديما ديما هبطوا الفارينة متاعكم بالصفية بالغربال الجويد باش تهبط مهوية، وتشوفوا كيفاش نحل فيها على داير الخليط باش ما ترزنش وما تطيحليش الركضان. الوقت اللي تتركض هي العظم والسكر يدخل فيهم الهواء ويتكبس بالسكر. اذا كان احنا نحطوها فرد صبة كما مستنسين نصبوها صبين تغزروا فرينتي نظيفة ما فيها حتى شيء اللي امبيكر، كان نصبوها الكلها اكل الهواء
يطبق ويتيح. الوغ نجيو هوني نخلطوها بالسياسه كيما تشوفوا فيها هكا، كسوسوا بمغرفلوح والا بالفوي والا بمغيز والا باللي تحبوا نتوما، تبداو تخلطوا فيها بشويه بشويه هكايا، تشوفوها كي تتغرب الفرينه تهبط مغربله بالصفيه، ما تعملش كعابر، تبدا الخليط نتاعكم ارطب، وتزوزوا في وسطو الفرينه بالسياسه كيما تراو فيها هكا. هذه طريقة عملين الجينواز، ما نعاودوش نركضوها، راهو إذا كان حطيتوا فيها الفرينة ما تعاودوش تركضوها، مي جينواز دو باز راهي ديما روسيت نتاعها 5 كعبات عظم كاملين، 200 غرام سكر، 200 غرام فرينة سبيسيال جاتو وردة، زوز باكوات سكر فاني سمارت شيف، هذوما الباز نتاع الجينواز. معناها أي حاجة تتزاد لها، فما عباد يحطوا لها زبده، فما عباد يحطوا كل مره شي يحطوا، راهي تتلزوا تحطوا الخميره. انا تشوفوا فيا هنية جينواز باش نعملها ورقه كيما تشوفوا فيها مخلطه تخليط، عندي هنية حطيت بابي كويسون فوق الطبق نتاعي، نجي ونصبها بالسياسه كيما تراو فيها هكا، ونفرشها فوق الورقه نتاعي حتى بالفرشين تفرشوها بالسياسه باش ما تطيحوش. باقي نقولوا نعاود اكل اللي ركضتوه ما يزموش يتيح، معناها نبداو نمسحوا عليها بشويه بشويه باش من بعد تلقى اكل الهواء هذاك في وسط الكوشه هو اللي باش يخليها منفجه ويعطيها معناها ايبيسور، وما تجيش جاريه ما تيحش تغزروا لها، رغم اللي صبيتها صبين لكن ما جريتش في وسط الطبق على خاطر ركضانها باهي، كسوسوا خبزه والا في طبق هكايا باش نعمل بها ان جاتو غولي، راهي نفس البروسيدور. اذا كان خبزه تصبوها في مول اما تدهنوه بالزبده والا تحطوا عليه كاغذ، نقولوا شوميزي معناها تلفوا تدوروه بالكاغذ وفي قاعو كاغذ نتاع كويسون ديما بابيي كويسون، وتسخنوا الكوشه نتاعكم ديما جينواز راهي نرميوها في كوشه 200. علاش 200؟ على خاطر يلزم اكل الهواء اللي في وسط الجينواز نتاعنا يتسكر عليه النار، معناها تكبس عليه ما تخليش اكل الهواء يحل الجاتو ويشيح وما عادش فيه منظر. نجيو نعديوها كيما تشوفوا فيها، نستويها بالقدا بالقدا هكايا. اذا كان عندنا طبقين ولا ثلاثه راهو تنجم تستنى جينواز، اذا كان حليتوها هكا بالقدا تنجم لو طون اللي طاب الطبق الاولاني اذا كان كوشتكم ما تقبلش طبقين نستناها حتى لين تطيب، نخرج الطبق الاولاني نرمي الطبق الثاني، في عقلي مانيش مزروبه. اذا كان انتوما باش تحطوها في مول مدور اللي هي باش تعملوا بها خبزه، كيف كيف تسخنوا الكوشه في الميتين، وقت ترميوها دوبا ترميوها تحسبوا حتى العشره وتطيحوا النار لل 170. هذه بالنسبه للفورمه اللي هي معون مدور باش تعملوا خبزه عاليه. الطبق هذا ما نقصلوش النار، نرميه في الميتين، نخليه في الميتين على خاطر حاجتي باش يقعد موالو طري وسطو والبراني طايب، معناها الورقه نطيبوها في الميتين، الخبزه تو نركضوها مره اخرى كيف كيف مع بعضنا ونوريكم السيستم تاع تطيبها، لكن راهي تطيب في ال 170، نرميها في ال 200 ونطيح النار لل 170. نرجع لك كلمه فاطمه مادام انا طيبت الجينواز تاعي ومن بعد ترجعوا لنا. ميرسي لي شيف. احنا تويكا باش نحكيو ديكور، باش نحكيو على ستيل التونسي ولا الديار العربي، هذاك علاش معنا المهندسه الديكور الداخلي هدى اسميده. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير البنات، لاباس الحمد لله. اول مره باش نحكيو على الديار العربي، مازالوا فما ديار عربي في تونس؟ بيان سور مازالوا ديار عربي. مازالت عباد معنا تحب تبني كي تبني في جي تبني في ديار عربي؟ بيان سور، توا رجعت اون فوغ راهو ستيل العربي وستيل الديار العربي، سورتو في دور الضيافه لي ميزون دوت، اللي معروفين لي ميزون دوت واللي موجود موجودين برسك بارتو، معناها في المدن الكل حتى في لي زون رورال، يعني رجعوا للي ميزون دوت في ستيل العربي اللي هو ستيل العربي اللي معروف به في المدن العتيقه، خاصه في المدينه العتيقه في تونس، المدينه العتيقه في القيروان، في المهديه، في سوسه، في صفاقس، برسك بارتو وخاصه في المدن العتيقه. زاد كيف كيف نلقاو حتى في الحمامات، ياخذ الطابع المتوسطي اللي يعطي على البحر، ولا ياخذ الطابع يعني حسب
المنطقه اللي ينتمي لها كما في الجنوب الغربي نلقاو زاد الطابع العربي موجود حتى في الجريد منطقه توزر، لكن تختلف بالمواد البناء وتختلف يعني حسب الاركيتكتور صحيح صحيح، وخاصه في المواد البناء كما نقولوا مثلا الدار العربي اللي نلقاوها في الجنوب الغربي مش كما الدار العربي نلقاوها في جربه ولا في الحمامات ولا في سوسه ولا في المدينه العتيقه بتونس، نلقاو يستعملوا الاجر في عوض الحجر يستعملوا حسب الطقس من كل حسب المناخ صحيح الالوان ضد الالوان الترابيه ما يستعملوش الالوان الزاهيه ولا الالوان اللي تعطي على الازرق والاصفر، يعني هذه الاختلافات اللي تميز كل منطقه عندها خصوصياتها. علاش هدى اليوم حبيت تحكي على الطابع التونسي هذا؟ والله حبيت نحكي على الطابع خاطر الطابع هذا غني برشا غيش برشا، يعني اللي ماتيريو اللي نستعملوهم في الستيل العربي التراثي التونسي اللي هو يستمد هو عنده طابع عربي اسلامي يعني، وتعدت عليه معناها حقبات عديده معناتها كما الدوله العثمانيه الحسينيه الحفصيه، وفما زاد التاثير نتاع قدوم الموريسكيين في تونس اللي هي الحضارة الأندلسية اللي جابونا معاهم يعني الزخارف السيراميك ليكارو دو سيراميك النقيشة على الزبس اللي معروفة بنقيشة الحديد اللي نلقاوها في الأقواس، نشوفوا الأقواس في الدار العربي، الدار العربي هي كيفاش هي كي تراها من برا ما عندهاش خصوصيات تميز بها فيها الباب، يعني الباب هو الواجهة، البيبان اللي في الديار العربي هي الواجهه نتاع الديار، يعني هي اللي باش يعطيك اكسي للدار العربي، والديار تختلف على حسب البيبان وعلى حسب ممتلكين الديار هذوما، اذا كان هي عائله متواضعه ولا عائله مرموقه، كانت يعني فما خصوصيات للديار هذوما، ما كانوش متشابهين، نلقاو الخصوصيات والاختلافات لداخل، في الدار العربي لداخل، حسب الحجم، حسب إذا كانت الدار معناتها عندها طاق بركة ولا على طوابق عديدة، فهمت؟ يعني الصحن متاع الدار هو المركز متاع الدار العربي، يعني قبل، يعني هو مصدر التهوئة، هو مصدر الإضاءة، هو يعني العنصر الرئيسي اللي تتمحور عليه البيوت الكل، بيوت الجلوس، بيوت النوم، بيت المونة وين معناتها يخبيو المواني نتاعهم، يعني ما كانتش ما كناش نحكيو كوجينه قبل، ما فماش يعني التعريفه نتاع الكوجينه، يعني نعرفوا بيت المخزن، بيت المونة وين معناتها يخزنوا يعني المؤن نتاعهم، القمح من شعير ونلقاو الخوابي نتاع الزيت، كيف البيوت كانت فما بيوت نسميوها احنا قاعه جلوس، مي اون ميم طون تلقاها هي زاد فيها الاسره، هي بيدها بيت نوم، نلقاو البيت نوم هذيا كيفاش نلقاوها معناتها سو فورم نتاع كيما نسميوها احنا بالليكسيك السده، السده تكون عاليه بارابور لقاعه الجلوس اللي هي تكون دوكانه جينيرالمون في فورم كاري، وتلقى فوقها المرافع اللي هما بالبوال منقوش، السده كيف نلقاو السده معناتها على اليمين ولا على اليسار خاطر هي البيت تاخذ الفورم ريكتانغولير وتكون سيباري بحاجه مزيانه برشا اللي هي تميز بها الديكوراسيون انتيريور بالتراث التونسي اللي هي قوس الحجام ولا بما يعرف بيت الحجام اللي هي زخرفه لوح يكون اجوري منقوش والا كتاج، ويكون هو معناتها يا مزين بالوان تستمد معناتها من الطبيعه ولا من النباتات، ولا تكون تاخذ النيونس نتاعها الدوغي ولا البرونز، خاصه وقت اللي توجدت الورقه المصريه واللي يعملوا بها الموبل واللي يعملوا بها لي كوفري، قبل ما كانوش لي زيليمون دو رونجمون كانوا لي كوفري اللي هما الصنادق، الصنادق اللي يحطوا فيهم هذوكم دي زيليمون دو رونجمون، والا نلقاو في البيوت نلقاو بما يعرف بيت في وسط بيت اللي تعرف بالمقصوره هذيك كانوا يخبيو فيها دبشهم، وتكون هي بيت ما فيهاش يعني ما تعطيش على الاكستيريور، تكون كما يعرف توا بالدريسينغ، يعني تشوف احنا في حضارتنا وفي تراثنا عندنا توا نقول دريسينغ حاجه جديده، لكن هي موجوده في الديار العربي قبل البيت اللي في وسط بيت اللي تلقى فيها هي صحيح، ده كيف حتى بيت المونة بالنسبه اللي توا نقولوا كويزين معناها زاد كيف هي بيت في وسط بيت
يعني هذه معناها حاجه من الخصوصيات اللي نلقاوها في الديار العربي. تعتقها بالدروج اللوطه باش يخبيوا فيها. صحيح صحيح. اذا كان نحكيو مثلا على مثلا اذا خابيه اللي جايتوا لها الخابيه خاطر فيها الخوابي اللي يخزنوا فيهم الزيت وفيها الفخار ومعناتها نحب نشوف البنات شو رايهم في ستيل. مرحبا بك وديا في الماتينال. انا هنا نحب نسالك كيفاش نجموا نوظفوا احنا توا في حياتنا العاديه في ديارنا لو ستيل هذا نجموا ناخذوا منه حاجات ونحطوه في المودرن معناتها يمشي مع بعضهم ولا لا؟ سان ستيل واحد يمشي بارفيتمون خاطر المودرن هو شنو؟ ساعات تلقاه المودرن ياخذ الطابع نتاعو الايبوري الطابع نتاعو السامبل على الاخر دونك كي باش نجموا نستوحاو من ستيل العربي يعني كيما نقولوا احنا اللوح المنقوش نستوحاو كيما بكري حكينا على قوس الحجام مش لازم نحطوه في بيت النوم ينجم يكون اغيغ بلان ينجم يكون كسيباراسيون ما بين السيجور والصالون ينجم يكون نلقاوه معناها في الهول دونتري كاورنومونتاسيون ككادر نتاع ميغوار باغ اكزومبل فهمت نجمو زاده عندنا زاده في لي تيسيو الزربيه الكليم نجمو نستعملوا المرقوم حاجه يعني تكون تقليديه رجعوا له وخاصه الستيل العربي رجع بقوه كما حكيت من بكري وقت اللي ظهرت لي ميزون دوت اللي خذت الطابع النمط التقليدي التونسي ولا مزج يعني مزيج ما بين البني الجديد الكونتمبورين الحديثي ومعاه لي بيتي توش اللي رجعونا للي تراديسيون نتاعنا ولا تبقى عكس البني القديم والديكور يكون شويه هكا صحيت ساعات زاد بالبانتور مثلا بالجير نعملوا البانتور بالجير اللي تعطينا هكا النيونس القديمه يعني النيونس نتاع الفنتج الحاجه الفنتج القديمه فهمت المستعمله زاد هذيك زاد معناتها خارجه برشا صفصوف حبيت نسالك انا اوترومون على توسكي سيراميك على الغوفيتمون مورال كيفاش نجم انا اليوم في داري نعمل غوفيتمون مورال بالسيراميك هذا اوليو دو بابي بان ولا الحاجات هذوما شنو هما الحاجات اللي نجم نستعملهم في الغوفيتمون مورال هو السيراميك بالنسبه للتراث التونسي والنمط التونسي القديم يعني فما ريشيس كبيره برشا وفما ديكارو معروفين كما على سبيل المثال عفصة السيد كما الناعورة كما النجمة يعني هذوما كما المعدنوسي جناح الخطيفة هذوما حاجات معروفين ديكارو معروفين معناتها معناتها يفون بارتي دو باتريمون معناتها تونيزيان تو سكي روفيتمون يعني لي كارو هذوما رجعوا بقوة خاطر نعرفوا توا ديغنيغمون في تو سكي معناتها اركيتكتور كونتومبورين وغوفيتمون رجع بقوه اللي نسميوه الباتشورك الباتشورك هما لي كارو دو سيراميك اللي يكونوا معناتها سوسون دي كارو دوريجين ميديتيراني نلقاوهم في اسبانيا نلقاوهم في السود دو لا ميديتيراني احنا عندنا في تراثنا عندنا لي كارو سيراميك وكنا نستعملوهم معناتها بالطريقه اللي يستعملوا بها توا الباتشورك اللي هي كعبه بكعبه ما نستعملوش نفس الكعبه كيما نشوفوا في ليماج النجمو هذيا نستعملوها كاغيغ بلان كاغيغ بلان تاع تيت دو لي في بيت النوم كبلان دو ترافاي في كوجينا في سال دو بان كفريسك مورال كاني تابلو نستعملوها حتى في صالون كوم ديكوراسيون معناتها في عوض البانتور مورال ولا دي تابلو دو بانتور نستعملو دي فريسك معناتها اللي يكونوا اباز دو كارو دو سيراميك ومستوحى من النمط التونسي والتراث تو انت كخبيره في الهندسه ولا كل ما هو ديكور داخلي العباد اللي عندهم ديار عربي تويكا مثلا ومتروكه والا نعرفش انا حتى عباد وارثين حاجه وخليوها ما عادش يسكنوا فيها كيفاش تجي تنصحهم ان هما يعتنيوا بالديار هذا والله هما فما مجهودات الحقيقه يقوم بها معهد التراث معناتها ومعهم مهندسين خبراء ما ينجمش وحده على خاطر يلزم خبراء يعاينوا المكان ويعاينوا لي دومور هذوما معناتها ليتا نتاعهم تاع حيوتهم تاع سقوفاتهم خاطر تنجم تسبب خطر يلزم تكون اتيودي معناتها تنجم تكون وحدك قاعد تقول انا تو باش نعمل ميزون دوت لا يلزم يقوم بدراسه كامله للموقع وفما عباد معناتها اختصاصهم يعني مهندسين مختصين في توسكي تراث توسكي باتريمون وفما جمعية صيانة المدينة زادة اللي تقوم بمجهودات كبيرة وبرشا يعني معناها كما نقولوا بنايات ولا ديار عربي كانت متروكة
وقاع معناتها احيائها وترميمها وصيانتها، ولات هي زاد عندها طابع خاص ومفتوحة حتى للعموم، وقاع استغلالها كمتاحف، متاحف مطاعم دور ضيافة زادة كيف كيف، صاروا فيها مسلسل ممالك النار زادة اي معناتها فما حتى الدار اللي مثلوا فيها في مسلسل خطاب على الباب، يعني كيف كيف كانت يعني برشا برشا أمثلة الحقيقة لا تحصى ولا تعد، مش كان في تونس العاصمة والمدينة العتيقة في تونس العاصمة، يعني وقع ترميم في القروين، فما زاد دار ضيافة بما يعرف دار زروق معناتها بالحق تحفة تحفة، يعني والسياح يحبوا يعني معناتها سو غوسورسي هكا الحاجة باتريمونيال، حاجة تراديسيونيل اللي تعكس النمط العيش القديم اللي معناتها معناتها يواكب مع العصر الحديث، ويكون اون ميم طون معناتها نعاودوا نحيوا الصناعات حتى الحرفيه باش ما تنقطعش، كيما نحكيوا على اللوح المنقوش ولا لي فو بلافون باللوح ولا نقيشه الحديد، يعني تنجم قطاعات كيف ما هكا تندثر احنا نعاودوا نحيوها بيان سور، كيف نعاودوا نستغلوا ونحاولوا ندخلوا كل ما هو تقليدي في حاجات موديرن. ميرسي بوكو هدى سميده مهندسه ديكور الداخلي، نخرجوا فاصل من بعد نعم.